السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أبنائي، أنا عم محمود. سنتعلم اليوم فائدة جديدة، هيا بنا لنبدأ. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا براء. أنا بخير والحمد لله، وأنا أيضا سعيد أني موجود هنا لأستمع إليك يا أستاذي. أراك يا بني قد أديت صلاة الفجر جماعة في المسجد، ثم جلست تذكر الله. بارك الله فيك، هكذا نحب دائما أن يكون أبناؤنا. نعم يا أستاذي، لقد قلت لي بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولهذا استيقظت لصلاة الفجر وصليت مع الجماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسنت يا بني، ما شاء الله، بارك الله فيك. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأصبحت في المرتبة الثانية لأهميتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في وقتها، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، لهذا كانت الصلاة بعد الشهادتين. هيا بنا لنتعلم ونعرف جميع ما يتعلق بأمر الصلاة. في رحلة الإسراء والمعراج، عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على عباده 5 مرات في اليوم والليلة، ففرضت صلاة الفجر ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. يجب على المسلم والمسلمة أن يؤدوا الصلاة في وقتها دون تأخير ودون تكاسل، مهما كانت الظروف، يجب أن تؤدى هذه الصلاة. القيام بأداء الصلاة أمر مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، بمعنى بأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده بداية يوم القيامة عن الصلاة. أول ما يسألون عنه، لا يسألون عن أي شيء آخر إلا الصلاة، وذلك لأهميتها. انظر، هي في الركن الثاني من أركان الإسلام، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي الصلاة، وذلك لأهمية هذا الركن العظيم. هل نستطيع أن نجلس في البيت ونصلي فيه الصلاة؟ أم يجب علينا أن نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة؟ هذا سؤال جيد. نعم، يجب على الرجل أن يذهب إلى صلاة الجماعة في المسجد 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن يحرص كل الحرص أن يكون متعطرا، وأن تكون ثيابه نظيفة، وأن يذهب بسكينة ووقار إلى المسجد. وأيضا الأبناء الصغار، إن ذهبوا مع آبائهم إلى المسجد، يجب عليهم بأن يدخلوا في سكينة ووقار، وألا يلعبوا في بيت الله سبحانه وتعالى، بأن يركضوا فيه وأن يظهروا هذه الأصوات المزعجة، يجب عليهم ألا يفعلوا ذلك. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده، من الرجال ومن هؤلاء الأطفال، أن يجلسوا في سكينة ووقار في بيته، وبأن يفتحوا المصحف ليقرأوا فيه، وأن يستمعوا إلى المؤذن، وأن يستمعوا إلى قراءة الإمام. والذي لا يصلي يا أستاذي، ما جزاؤه في الدنيا والآخرة؟ يا بني، الذي لا يصلي في هذه الدنيا يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه ضيقا وهما، فيشعر بالحزن وبالضيق، ويكون إنسانا بلا أخلاق، غاضب في جميع الأوقات،
يكرهه الناس ويكره الناس، ويوم القيامة له حساب عسير عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا والآخرة لأنه لم يؤدي الصلاة التي أمره الله بها. وكيف نعلم أنه قد حان وقت الصلاة؟ حتى نعلم أنه قد حان وقت الصلاة يجب على المؤذن أن يدخل المسجد أو يعتلي منارة من منارات المسجد ليؤذن، يقول الله أكبر الله أكبر حتى آخر كلمة من كلمات الأذان. دعنا الآن لنشاهد هذا المقطع حتى نحفظ هذه الكلمات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا هو الدعاء بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان. وأثناء الأذان
يجب علينا أن نردد مع المؤذن كل كلمة يقولها، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فعندما يقول حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا عندما يقول حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل ستشرح لي يا أستاذي الركن الثالث من أركان الإسلام هذا اليوم؟ فلنكتفي يا بني بما قلناه اليوم من معلومات مهمة ومفيدة عن الصلاة. هيا يا بني الآن لتذهب إلى بيتك لتتناول الإفطار، وتذهب إلى مدرستك وتستعد لصلاة الظهر. بارك الله فيك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا أستاذي وبارك الله فيك. أبنائي وبناتي، هنا نتوقف ونلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، لنستكمل ما شرحناه عن أركان الإسلام الخمسة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو. نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.